بمناسبة إيلون ماسك، إيلون ماسك بالمناسبة كده يبقى هو السي اي او بتاع ثلاث شركات، ثلاث شركات بيسموه مالتي بليون دولار كومباني. ما تكلمني انت، انت بتقول ايه سي؟ ما الناس تعرف تسلا كمان من اقوى الشركات في العالم. سبيس اكس يا ولا، وايه وتويتر، وتويتر اللي هو اخيره دي. اه لو بقى إيلون ماسك شركه كده صغننه دي، السبيس دي فضاء، بتاعت الفضاء، بتاعت الفضاء. سبيس اكس ده اللي بتاع الفضاء. معاه احنا هنتعاقد معاه ان شاء الله عشان رحله الفضاء، عشان هتفرق انا وانت ولا مين. ليه شركه بقى كده صغيره؟ مش عارفه هجيب الوقت ده منين. دكانه كده صغيره، عارف اخر واحد كان مدير كده ثلاث شركات كبار هرب وبيدوروا العداله بتدور عليه. فربنا يستر على إيلون ماسك. امين يا رب. عامل ابيه وبيت اهلك، الراجل برضه الارقام بتخض برضه، بيدعي بحرقه وقلب قوي يعني، فلوسه محافظ عليها. عامل معاه تعاقد، بقول لك ده بتاع فضاء، هنعمل تعاقد معاه عشان يمشينا في الفضاء. بص بقى بيعمل ايه، عامل شركه صغننه كده اسمها نورا لينك. بتشتغل في مجال ايه نورا لينك؟ نورا لينك بقى دي هتعمل شرايح تزرعها في دماغ البشر. يبقى ماشيين بتوجهات. دلوقتي بداوا التجارب. يعني انت ممكن تخس من غير ما تحس؟ ممكن تخس من غير ما تحس. الله ينور عليك، الله اكبر. إيه رأيك؟ الله اكبر عليك. هو نورا لينك دي طلعت تقريبا في 2019. كل سنه إيلون ماسك يقول احنا هنجرب على البني ادمين. بيجربوا على الحيوانات. لكن هو لحد دلوقتي بيجرب على القرود. والسنه اللي فاتت شفنا قرد قاعد كده بيلعب الفيديو جيم باشارات من مخه. القرد بيتنطط ولا بيتططش؟ من غير اي حاجه. بيتنطط ولا بيتططش؟ بيتنطط القرد. الانترلوب. الانترلوب ماشي، اهم حاجه بيتنطط. فالشريحه يا جماعه دي هتتزرع في الدماغ، هنخس من غير ما تحس، هتساعد الواحد ان هو يخس بالشريحه اللي مزروعه في الدماغ دي. كلمونا قولوا لنا ايه رايكم، هل لو حد عايز يخس وتعرض عليه الشريحه دي بتاعت إيلون ماسك ممكن فعلا يحطها في دماغه ويخس ولا لا؟ هو ايه موضوع إيلون ماسك ده؟ هو بيعاملنا ان احنا تليفونات؟ بالظبط كده، بيعاملنا ان احنا تليفونات. كل اي حد يحطه في شريحه. شاطر، برافو عليك. انا عن نفسي مش عايز، انا عن نفسي اخس الواحد. انا اهو هتخس ايه ده؟ رمضان بقالك خمس سنين تقول انا هخس. لا انا خاسس في رمضان كله. انت مش شايف كرش؟ شفت انا ثبتك فين اهو؟ قدامك اهو، شوف اهو قدامك. ايه ده؟ ساده مشاهدينا اهو، خد الشريحه بتاعتي ليك انت. دي فين الشريحه؟ فين ده؟ كأن كل ده ما نزلتش. قوم وقف كده اهو، قوم وقف كده اهو. لا اعمل كرشك ما تشفطش. لا انشفط والله، ريلاكس اهو كده. خاسس؟ خاسس طبعا. انا كنت قد كده بيك بجد. لا بس في كرش برضه. لا فين ده؟ مفيش اهو. طب خد الشريحه بتاعتي مني ليه؟ طب جرب الشريحه. مش شريحتين واحده كل واحده يمين. الحقيقه الشريحه لسه مش مضمونه، لانها لما جربت على القرود كتير من القرود اتوفوا وهما بيمبلمنت او بيزرعوا يعني في منهم الشريحه دي. فمش عارفين لسه هتتعمل. طب القرد لحد دلوقتي بتنطط؟ القرد الله ما اعرفش، ما كلمتوش. بس اسمع القصه دي والله بجد قصه شيقه جدا. اولا زي ما انت قلت، هو فعلا على حسابه على تويتر إيلون ماسك بيستعين بمطورين التليفونات ومطورين الحاسوب، لان هو بيقول احنا لسه ما دخلناش في مرحله الاي اي او الارتفيشال انتليجنس. أيوه. في موضوع الشيبس. فهو محتاج اي مهندس بيعرف حاسوب كمبيوتر يعني. مهندس او تليفون او سمارت واتش او ساعه ذكيه. ده اللي إيلون ماسك محتاجه دلوقتي عشان مشروعه بتاع الشريحه يصل الى النور.